صباح الخير على كل مشاهدي قناة مصر الزراعية، صباح الخير يا إسراء. وقبل ما أبدأ تقرير النهاردة بحب أهني الشعب المصري كله بالعام الجديد، وبحب أهني كل فلاحين مصر وأسرة قناة مصر الزراعية، وكل عام وأنتم بخير، ويا رب دايما مصر الزراعية صوت الفلاح. إحنا النهاردة موجودين في محافظة الشرقية، ومعايا الباشمهندس سيد خليفة مدير عام الإنتاج الحيواني بالمحافظة. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم. بالنسبة لموضوع أنفلونزا الطيور، مشكلة بتؤرق الجميع سواء من المربي أو المستهلك، يعني رعب ساد المجتمع، فتكلمنا عن الموضوع ده تقول إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا بداية إحنا عشان موضوع أنفلونزا الطيور، باشمهندس جمال العزب وزارة الزراعة عقد اجتماع من حوالي شهر بجميع الإدارات الزراعية، مدير الإدارة الزراعية، وعملنا غرفة عمليات في مدير الزراعة ترصد مرض أنفلونزا الطيور. وبلغنا جميع الادارة الزراعيه ومكاتب الزراعه بالمحافظه بالمرور يوميا على مزارع الدواجن لترصد هذا المرض، وفي حال ظهور اي مرض او اي اشتباه في هذا المرض يتم ابلاغنا فورا، واحنا من ناحيتنا بناخد اجراءاتنا بننسق مع الطب البيطري ومع الصحه ومع البيئه، وننزل نشوف لو في حاجه لا يقدر يعني في الموضوع ده بنعمل نحافظ على المزرعه ناخد اجراءاتنا فيها. طيب بالنسبه يا فندم يعني للمزارع، ايه اول حاجه يشوفها يعني لازم يبلغ فورا؟ ايه الاعراض اللي اول ما يشوفها لازم يجري على طول على وزاره الزراعه يبلغ المزارع؟ او هو طبعا يوميا بيمر على مزرعته، طب بيحصن الاول في بدايه عمر اليوم بيحصن هذا الكتكوت من ضمن الامراض اللي هي بتنتقل الى مزارع الدواجن، من ضمنها مرض الفيض الطفيلي بيتحصن، فالكتكوت بياخد حصن. لو فرضا حصل مثلا تعرض او في ظهور اصابه بتظهر علامات الاصابه على اللي هو حصول السداد في العرف بتاع الدجاجه او حصول نفوك فيها، لو حصل فيه نفوك بصوره كبيره بيبدا يتصل بينا او يتصل بمدير الطب البيطري، وبينزل لجنه من الطب البيطري مع الزراعه بتاخد عينه من هذا الدجاج وتبعتها للمعمل المركزي يتحلل. اذا جت العينه سلبيه ايجابيه فبناخد اجراءاتنا ان احنا بناخد نعدم هذا القطيع من الدجاج، ونبدا ندفنه الدفن الصحي، وبعدين نبدا ناخد اجراءاتنا في المزارع المحوله حاليا. طيب هل في المواسم السابقه يعني تم التعرف على حاله او حالتين من الاصابات؟ لا الحمد لله، حاليا في الفتره اللي فاتت مفيش اي حالات الحمد لله يعني. طيب في حاله ظهور يعني حاله يا فندم، ايه خطه الوزاره فورا؟ حصل اي حاله احنا بنبدا من ناحيه مدير الزراعه بنختار الطب البيطري ووزاره مدير الصحه والبيئه، فبنعمل لجنه مشتركه وننزل ناخد عينه من هذا النوع المصاب من الدجاج، ونبقى نبعت المركز المعمل المركزي ونبدا ناخد اجراءاتنا فيها. طيب بالنسبه للمتعاملين مع الطيور غير المربيين، يعني المحلات ذبح الدواجن او ست البيت وهي بتتعامل، حضرتك ايه اهم الارشادات اللي تحب تقولها للمشاهدين ليقوا نفسهم من هذا المرض او انتقاله؟ المفروض اللي بتروح تشتري مثلا طيور من الراجل هو بتاع المحل اللي هو البيبي فراخ، المفروض بتنقي الفرخه اللي هي عليها علامات الصحه، ما فيش مثلا فرخه مريضه فيها كده ما تاخدهاش، لكن هو المفروض اصلا الدجاج ينذبح في مذبح ويبدا يتباع كمجمد، دجاج مجمد. اما حاليا طبعا عدم وجود امكانيات، فبالتالي المفروض هي الست بتاعت البيت او راح تشتري من هذه الفرخه تشوف الفرخه الاول وتتاكد انها سليمه. هل وصل يا فندم مؤخرا لوزاره الزراعه يعني تحصينات لاخر تطور من الفيروس؟ موجود المعمل المركزي بينشر هذا الموضوع على المزارعين وعلى مدير الطب البيطري، ودي مختص الطب البيطري هو اللي بيمر على المزارع وبيحصنهم يعني. احنا بنشكر لقاء حضرتك جدا، وكل عام وانت بخير ودايما في تقدم. شكرا يا فندم. والناس كلها مصر اللي هو بخير ان شاء الله. شكرا يا فندم. شكرا.